صحيح داليا، الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل انسحب من مخيم ومدينة طول كرم ومخيمات ومدينة طول كرم قبل قليل بعد 16 ساعة من الاقتحام المستمر لهذه المدينة، وتحديدا مخيم طول كرم ومخيم نور شمس في المدينة. أدى ذلك أيضا إلى استشهاد أحد الشبان في وهو الشهيد حارث العوفي 22 عاما صباح هذا اليوم جراء استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم طول كرم ونور شمس، وانسحب حب صباح اليوم إلى أطراف المخيم وأطراف مدينة طول كرم، ولكن بعد ذلك عاد و لحم احد المنازل وحاصر احد المنازل واعتقل احد الشبان في داخل هذه المنازل. وقبل قليل انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيليه من طول كرم بعد 16 ساعه اقتحام. ايضا صباح اليوم وساعات مبكره من اليوم انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من مدينة ومخيم جنين بعد 22 ساعة من الاقتحام المستمر، أدى ذلك أيضا إلى إصابة 4 شبان فلسطينيين واستشهاد الشهيد عبد الله السعدي، وهو زميل هو شقيق الزميل مجاهد السعدي المعتقل في سجون الاحتلال المخابرات العامة الفلسطينية، وسيشيع جثمانه غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر. أيضا كانت هناك مجموعة كبيرة من الاقتحامات المتتالية لمدن ومحافظات الضفة الغربية، وكان في رام الله وأم الشرايط وسط مدينة رام الله صباح اليوم، وكان أيضا استشهاد أحد الشبان في بلدة عناتة بعد استهدافه من قوات الاحتلال الإسرائيلية، وبعد ادعت الشاب كان يحاول تنفيذ عملية. وكان هناك أيضا مجموعة من الاقتحامات في مدينة الخليل وفي قرى التي تزداد وتيرة يوما بعد يوم في هذه المناطق وتحديدا شفت الله. نعم، إذن هذه آخر التطورات في الضفة. شكرا لك زيد أبو عرة مراسل الكوفية من جنين.